بعد الضجة الكبيرة اللي حصلت في حياة المخرج سامح عبد العزيز بسبب علاقته بالفنانة روبي، وانتهت الضجة دي بطلاقهم، حصلت ضجة أكبر لعلاقته بالفنانة الشابة نانسي صلاح، وانتشرت أخبار وكلام كتير اتقال، وانتهى بيهم المطاف إنهم أعلنوا خطوبتهم رسميا من خلال حساباتهم على السوشيال ميديا. نانسي صلاح نشرت على حسابها على الفيسبوك صور بتجمعها بالمخرج سامح عبد العزيز وهي لابسة الدبلة، وعلقت عليها هابي فالنتاين لوف، او بمعنى ادق ربنا يحمينا وخلاص. وكذلك نشر سامح عبد العزيز على حسابه الشخصي على الفيسبوك صورة بتجمعه بخطيبته نانسي صلاح وهم في احد الفنادق الكبرى بالقاهرة، واكتفى انه يعلق على الصورة بالقلوب. انهالت التعليقات على الصور اللي نشروها بيهنوهم لخطوبتهم، ولكن النهاردة وبعد شهرين اتصدمنا بخبر مؤسف وهو خبر انفصالهم. وأعلنت الفنانة نانسي صلاح خبر انفصالها بنفس الطريقة اللي أعلنت بيها خبر ارتباطها، من خلال بوست نشرته على حسابها على الفيسبوك وكتبت: اسمه ونصيب الحمد لله على كل حال، ونقطة ومن أول السطر. وبدأت تنهال التعليقات على البوست بيدعو لها ربنا يعوض عليها. بس يا ترى الموضوع هيتقفل على كده ولا هيكون في كلام وردود أفعال، سواء من المخرج سامح عبد العزيز أو من الفنانة نانسي صلاح أو خصوصا من الفنانة روبي؟ والجدير بالذكر، المخرج سامح عبد العزيز ارتبط رسميا في حياته 3 مرات، اولهم هي زوجته الاولى المذيعة داليا فرج واللي انجبت منه 3 بنات، ولكن انفصلت عنه على طول بعد ما تم اعلان زواجه من الفنانة روبي. اتجوز روبي وانجب منها بنتها الوحيدة طيبة، ولكن بعد ولادتها لبنتها طيبة بشهر واحد بس اعلنوا انفصالهم. بعدها خطب الفنانة نانسي صلاح، ولكن النهاردة اعلنوا انفصالهم. والجدير بالذكر، الفنانة الشابة نانسي صلاح شاركت في موسم دراما رمضان 2021 في مسلسل فارس بلا جواز مع الفنان مصطفى قمر، ولكن أول عمل شاركت بيه نانسي صلاح في الدراما وبدأ من خلاله اسمها ينطلق أكتر وأكتر هو مسلسل أبو العروسة اللي حقق نجاح كبير جداً. أما بالنسبة للفنانة روبي، أكتر حاجة مميزة ولفتت الأنظار ليها في رمضان 2021 هو إعلان فريش اللي شاركت فيه الفنانة دينا الشربيني. تابعونا باستمرار ليصلكم كل جديد، وما تنسوش لايك للفيديو، تشتركوا في القناة، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.